السلام عليكم. انفجار مدوي وغامض طال الداخل الإيراني مساء يوم أمس، وهذا الانفجار هو جاء في مدينة خرم أباد في محافظة لورستان إلى غرب طهران بالقرب طبعا من العراق، وجاءت الأنباء قادمة من وكالة تسنيم الإيرانية إيران انترناشنال وكذلك إيران واير التي جمعت العديد من التصريحات والتفاصيل المهمة المرتبطة بهذه الحادثة. وإذا ما ذهبنا إلى خرم أباد الآن الموجودة في محافظة لورستان بالقمر الصناعي، إحدى المدن المهمة للغاية طبعا، فهذه هي المدينة التي نتحدث عنها الآن. ما جرى بأن يوم أمس المواطنين المدنيين الموجودين في هذه المدينة في الساعة 10 مساء كانوا قد سمعوا فجأة صوتا رهيبا لانفجار كبير للغاية، بالإضافة إلى شعورهم بهزة أرضية، الأرض اهتزت نوعا ما، وهنا لم يعرفوا ما الذي جرى لأن ليست هنالك تصريحات سريعة حول المسألة، ليس هنالك تنبيها حول أي شيء، وبالتالي بدأوا يتساءلون ما إذا كان هذا حادث قصف أم ما الذي جرى. وطبعا بالنسبة للوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تحدثت وقالت بأن من الممكن أن يكون هذا زلزالا وليس هنالك أي شيء خطير، وبالتالي هنالك كثير من الأنباء الغير صحيحة حول هذه المسألة. المشكلة من الممكن أن يكون تفسير الزلزال هنا منطقيا في ظل الحديث عن الهزة، ولكن المشكلة أن الصوت الرهيب للانفجار الكبير لم يعرف عنه شيء، لا تصوير لا تفسير، كل شيء غامض في طبيعة هذا الانفجار. حتى جاءت الصحف الإيرانية مثل صحيفة شرق ساعات الإيرانية التي قالت ببساطة بأن لم يكن هنالك أي تسجيل لأي زلزال في المواقع الزلزالية المختصة. وصباح هذا اليوم جاء مدير عام الأزمات الموجودة في محافظة لورستان صباح هذا اليوم قال ببساطة بأن ليس هنالك أي كلام صحيح، كل الكلام غير صحيح المتعلق في الزلازل، ليس هنالك أي زلزال نهائيا، وبأنه تأكد من المعهد الجيوفيزياء أو معهد الجيوفيزياء التابع لجامعة طهران، تأكد بنفسه من هذا الأمر، وأكدوا له هناك من خلال هذا المعهد بأن لم يكن هنالك تسجيلا لأي زلزال في الساعة التي سمع فيها صوت الانفجار، بحسب طبعا ما وثقته كل هذه المصادر من هذه التصريحات المهمة. وبالتالي هذا الأمر أبقى كل القصة غامضة للغاية، ما الذي جرى حول هذه المسألة. حتى جاءت الأوساط الإسرائيلية ووسائل الإعلام الإسرائيلية لتتحدث مثل التايمز أوف إسرائيل بأن هنالك تقارير تتحدث عن أن هجوما بالطائرات المسيرة قد طال إحدى القواعد العسكرية الموجودة بالقرب من خرم أباد، وكذلك موقع أكس من خلال إسرائيل ريدار على موقع أكس كانوا قد نشروا أيضا وتحدثوا بأن هنالك هجوما بالطائرات المسيرة قد طال قاعدة مهمة للغاية موجودة هناك. حتى الجي إن إس الإسرائيلية العبري أيضا نقل نفس المعلومات بأننا أمام احتمال كبير لهجوم للطائرات المسيرة على تلك النقطة. وجاء موقع باباك على موقع أكس ليؤكد بأن العملية هي تخريبية قادتها المخابرات الإسرائيلية الموساد الإسرائيلي على قاعدة الإمام علي، وبأنه انفجار كان في منشأة تخزين الوقود في هذه القاعدة للصواريخ البالستية. وهنا طبعا المسألة أصبحت مثيرة للغاية، أين هي هذه القاعدة الآن التي يتم الحديث عنها؟ القاعدة تأتي تقريبا إلى غرب هذه المدينة التي تحدثنا عنها وهي خرم أباد طبعا، وهذه من آخر نقطة طبعا من هذه المدينة تصل القاعدة أو تأتي القاعدة هنا في جبال تحت الأرض على مسافة ما يقارب 17 كيلومترا من آخر نقطة من هذه المدينة كما نتحدث الآن. وسبق وأن استعرضت إيران طبيعة الصواريخ الموجودة في داخل هذه القاعدة مثل هذه الصواريخ هي صواريخ شهاب 3، الصواريخ التي كشفت عنها إسرائيل كثير من التفاصيل في عام 2018 عندما تمكنت من خلال عملية استخبارية كبيرة الاستحواذ على الأرشيف النووي الإيراني، وعرض حينها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تفاصيل ما نشر حول هذا الصاروخ تحديدا، وقال بأن إيران تقوم بالعديد من الدراسات المرتبطة بهذا الصاروخ شهاب 3 بوضع رأس حربي نووي على هذا الصاروخ، يهيئون أنفسهم للوصول للقنبلة النووية لأن يكون هذا الصاروخ جاهزا لتتم تركيب أو ليتم تركيب الرأس الحربي النووي عليه. وهذا الصاروخ طبعا بنسخه الجديد الآن يصل إلى 2000 كيلومتر، أي أنه لا يستطيع فقط ضرب إسرائيل وإنما قادر ضرب دول أوروبية بهذه المسافة الكبيرة للغاية. وطبعا هذا هو الأمر الذي أدى في نهاية المطاف بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
بالانسحاب من الاتفاقية النووية للعديد من الأسباب الأخرى، ولكن هذا كان سببا مهما للغاية للرئيس الأمريكي يأخذ بما نشره الإسرائيليون. هذه القاعدة كبيرة، أنفاق كبيرة للغاية كما عرضها الإيرانيون، وهي تابعة طبعا للحرس الثوري الإيراني، وهنالك العديد من الصواريخ وكذلك الطائرات المسيرة في هذه القاعدة. بالتالي إذا ما ألقينا نظرة على هذه القاعدة مقربة لكي نطلع على طبيعة هذه القاعدة، هنا عندما تقترب فهي موجودة في داخل الجبال كما نلاحظ. نتجه إلى الشمال قليلا لكي نأخذ نظرة توضيحية على طبيعة هذه القاعدة، هل هنالك قاعدة صاروخية فعلا أم لا؟ فإنك ستلاحظ هنا طبعا هنالك كثير من النقاط والمداخل التي تأتي تحت الجبال. على سبيل المثال في هذه القاعدة هنا مداخلا تحديدا تأتي باتجاه هذا الجبل، وهو بأن هذا الجبل يعتبر عبارة عن نقطة للصواريخ أو الطائرات المسيرة، وأيضا في نفس الوقت هنالك مداخل باتجاه هذا الجبل، وأيضا مداخلا أخرى هنا ومنشآت كبيرة موجودة هنا أيضا عسكرية. وبالتالي المنطقة بأكملها عبارة عن منطقة للأنفاق للصواريخ والطائرات المسيرة هائلة للغاية. بالتالي دعونا نقترب من أولى هذه النقاط التي تحدثنا عنها هنا بهذا الاتجاه، وسنلاحظ بأن هنالك الكثير من الحفريات التي تجري، وهذه مرتبطة بالمداخل التي إن التفتنا وقمنا بالالتفاف 180 درجة تقريبا ستجد المدخل الأول هنا والمدخل الثاني هنا، لا خلاف على ذلك أبدا. وأيضا النقطة الأخرى التي تحدثنا عنها فهي تأتي هنا بهذا الاتجاه، لنقترب منها الآن سنلاحظ بأن هنالك أيضا مدخلا كبيرا لهذه المدخل. هذا هو المدخل الأول والمدخل الثاني. إذا ما أخذنا صورة واضحة بالعودة بالتاريخ قليلا بهذا القمر الصناعي ستلاحظ هنا مدخل وهنا مدخل، إذن هذه قاعدة أيضا أخرى أو نقطة أخرى كبيرة. أيضا هنالك منشآت أخرى ستلاحظها هنا إذا ما اقتربنا منها، فيها مهبط للمروحيات أو للطائرات، وهنالك منشآت كبيرة في هذه النقطة. هنالك أيضا كما تحدثنا مداخل هنا وثلاث مداخل هنا بهذا الاتجاه، إذا ما نقترب منها ستلاحظ ثلاث مداخل، 1 2 3 كلها للعربات التي تحمل الصواريخ أو لتحركات الحرس الثوري الإيراني، وهذا هو المدخل الآخر الذي أشرنا له. الكثير من المداخل تحت الجبال، هذا قد يجعل البعض يتساءل كيف من الممكن أن تكون الطائرات المسيرة قادرة على إصابة قاعدة صاروخية استراتيجية مهمة وهي تحت الأرض بالتمام والكمال، هي غير قادرة على فعل شيء تجاه هذه القاعدة. ولكن في حقيقة الأمر هنالك طريقين لإصابة هذه القاعدة، طريق أول أن تكون هنالك ويكون هنالك اختراقا في هذه المنطقة من الداخل من المرتد الإسرائيلي ويحدث هذا الانفجار الكبير في هذه الصواريخ، وبالتالي تشعر بالهزة أيضا في هذه المنطقة وما حول هذه المنطقة. والنقطة الأخرى هي الصوامع الموجودة في هذه الجبال، أقصد هنا بوابات الإطلاق للصواريخ من تحت الجبال، أي أن هنالك على سبيل المثال إذا ما أخذنا هذه على سبيل المثال الصوامع تأتي بهذا الشكل كنقاط طبعا تحت الجبال، مثلا من المدخل الذي تحدثنا عنه هنا، من المنطقة هنا على سبيل المثال، أو من المناطق التي تأتي هنا. بالتالي من الممكن لإيران تطلق الصواريخ من تحت أو من داخل هذه الجبال وتنطلق بشكل طبيعي، ولاحظنا هذا الأمر في الكثير من القواعد الخاصة والاستعراضات الخاصة لإيران لصواريخها. وعلى سبيل المثال ما ذهبنا إلى إحدى الصوامع أو نقاط الإطلاق أو بوابات الإطلاق لهذه الصواريخ، ونتجه إلى نفس البوابة الثانية التي ألقينا نظرة عليها قبل قليل، ونحاول أن نقترب من المدخل الخاص بها على قمة هذا الجبل. ستلاحظ بأننا أمام نقطة واحدة واضحة بالأقمار الصناعية لحسن الحظ هنا تحديدا، إذا ما اقتربنا منها قليلا ستلاحظ أنها تختلف هذه النقطة عن النقاط الأخرى. لنعد بالتاريخ قليلا الآن لنأخذ صورة واضحة، وستلاحظ هنا هذه هي الفتحة أو بوابة الإطلاق أو الصومعة الخاصة بإطلاق الصواريخ طبعا الإيرانية، وإذا ما توقفت ستجد فعلا بأننا أمام هذا الصاروخ أو هذه النقطة التي سنعود إليها الآن مرة أخرى. وهنا إذا ما عدنا ستلاحظ بأن هذه هي النقطة التي تحدثنا عنها وأصبحت واضحة بهذا الشكل مقارنة بأي من الصواريخ أو الصخور الموجودة، فهي صومعة واضحة للغاية، وقد تكون هذه أيضا صومعة أخرى التي ترونها التي تنطلق طبعا منها الصواريخ. وبالتالي الشكل عادة يكون بهذا الشكل لما نتحدث عنه من بوابات الإطلاق من تحت الجبال كما استعرضتها إيران في العديد من قواعدها.
تنطلق بهذا الشكل. وبالتالي ما نتحدث عنه هنا من الممكن للطائرات المسيرة الإيرانية ببساطة أن تأتي، الطائرات المسيرة الإسرائيلية أن تأتي لتحلق فوق هذه الجبال على سبيل المثال، فوق هذه بوابات الإطلاق، وتقوم ببساطة بإسقاط أي مقذوف على هذه الصوامع أو على هذه البوابات لإطلاق الصواريخ، وينفجر هذا الصاروخ وتسبب بانفجار كبير للغاية، لأننا نتحدث عن صواريخ باليستية ليست بالعادية أبدا، تتسبب بانفجار كبير وهزة كبيرة، وبالتالي أنت لن ترى الانفجار ولن تعرف ما الذي جرى. بالتالي احتمال هذا الأمر أنه حدث بهذه الطريقة هو احتمال وارد جدا في ظل عدم وجود تفسيرات لما جرى من قبل الجانب الإيراني. هذه الحادثة تعتبر حادثة مهمة في هذا التوقيت تحديدا، لأننا يوم أمس لم نكن أمام فقط ما جرى هنا في قاعدة الإمام علي تحديدا في خرام أباد في محافظة لورستان، لا أبدا، كنا أيضا أمام أنباء أكدتها وكالة رويترز وكذلك أيضا وكالة فارس الإيرانية وغيرها من الوكالات الإيرانية، أننا كنا أمام انفجار في مصفاتي بندر عباس النفطية، انفجار كبير أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة آخرين، وتحديدا كما قالت وكالة رويترز أصيبوا 4 أشخاص، قالوا بأنه حادث تسرب للغاز وغيرها، ولكنه أيضا جرى في توقيت مثير بعد أيام قليلة من انفجار طال وزارة الدفاع الإيرانية هنا بهذا الشكل. في 22 سبتمبر أي جمعة الماضية كان هنالك انفجارا جاء بهذه الطريقة وصور وكان واضحا للجميع في مستودع للبطاريات، وفتحوا تحقيقا لم يعرف أحدا فعلا ما الذي جرى. ولكن أيضا جاءت مرة أخرى الأوساط الإسرائيلية مثل الانتلي تايمز التي ترونها هنا تحدثت بشكل واضح بأن هذه النقطة هي عبارة عن نقطة للمستودعات البطاريات التي تدخل في التطبيقات العسكرية فيما يتعلق بالطائرات المسيرة أو الصواريخ البالستية وغيرها، وبالتالي هذا الانفجار لم يكن عاديا، وهو نشر أساسا صورة تبدو حصرية كما نشرها هو لهذا المبنى الذي استهدف من الداخل. فالنقطة التي انفجرت هنا كما تلاحظون، وقال هذا المصدر الإسرائيلي بأن البطاريات ونقطة البطاريات من الداخل هي هذه النقطة، وهذا هو المبنى الذي انفجر بهذا الشكل الغامض. بالتالي نحن أمام بصمات لعمليات إسرائيلية خطيرة تأتي واحدة تلو الأخرى بعد حادث أو بعد حدث كبير جاء وطرأ بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران. فالوكالة الدولية في 16 سبتمبر كما تلاحظون قبل كل هذه الحوادث كانت قد تحدثت بأن إيران سحبت الرخص من عدد من المفتشين، من 8 من المفتشين الخاصين بها والمختصين في عملية التفتيش النووية طبعا، أو حتى الفحص الأمور النووية والمنشآت النووية الموجودة في الداخل الإيراني. بالتالي إيران طردت هؤلاء المفتشين، هذا ما معناه للوكالة الدولية للطاقة الذرية. الأمر لم يزعج الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أزعج إسرائيل وأزعج الولايات المتحدة الأمريكية، وها نحن أمام هذه الحوادث الغامضة التي تبدو كما تحدثنا بصماتها إسرائيلية بحتة. ولكن مع ذلك بعض الأنباء الجيدة اليوم نشرت من قبل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي أكد بأنه تمكن من الاجتماع برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بهذه الطريقة وبهذا الشكل، وكان اجتماعا مهما، وقال بأننا نحاول أن نصل إلى طريق، وإيران أبدت بأنها قادرة على تقديم ضمانات لنا بأنها لن تذهب إلى القنبلة النووية وبأنها تريد التعاون الآن. أيضا أمواج دوت ميديا بمصادر خاصة تحدثت بأن المرشد الأعلى الإيراني أعطى التخويل الكامل لمحادثات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه المرة لن تكون غير مباشرة بعد الآن، وبأن المحادثات ستكون مع بريت ماغورغ منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمحادثات ستكون في سلطنة عمان. لكن سرعان ما إيران نفت هذه الأنباء التي نشرت على أمواج دوت ميديا وقالت ليس هنالك أي باب أو أي طريق لمحادثات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي نحن أمام أحداث كبيرة للغاية تأتي في الداخل الإيراني، وأنباء دبلوماسية مهمة للغاية ممكن أن يكون من خلالها طريق للخلاص من مثل هذه العمليات، للخلاص من عمل أكبر من العمليات التي نراها، وفي نهاية المطاف نصل إلى نجاح للعودة للاتفاقية النووية.